مساكم الله بخير، يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده ومتجدده دائما وابدا من برنامج ماسلز ريبيلدينج. مثل ما عودناكم هذا البرنامج نسلط من خلال الضوء على كل ما هو جديد في عالم ورياضه كمال الاجسام. اليوم حلقتنا راح تكون مميزه ان شاء الله وفيها العديد من المواضيع اللي راح نحكي فيها ونناقشها، لكن مع الكابتن علي الدريع. تفضل كابتن علي، الكلمه لك. مرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين، في هذه الحلقة راح نتكلم عن موضوع أو تمرين من التمارين المهمة لتقوية الجسم، خاصة اللي يتمرنون تمارين تحتاج إلى تقوية الأعصاب، تقوية العضلات. أيضا ممكن الشخص إذا يتمرن تمارين مثل تمارين الطائرة، لعبة الطائرة، لعبة السلة، لعبة اليد، يحتاجون تمارين لتقوية العصب، السواعد، وتقوية القبضة بشكل كبير لتطور الجسم، لسرعة الرمية. ممكن لاعب طائرة يحتاج أن يضرب الكرة بطريقة سريعة، بطريقة قوية عشان يسجل الهدف. ايضا احنا عندنا لاعب كرة السلة ممكن يكون لرمي الكرة من بعيد، اذا كان اللاعب عنده العصب غير قوي، عنده العضلات غير قوية، فممكن ما يقدر ان اللاعب يسجل الهدف من بعيد بطريقة صحيحة، ودائما يحس ان الكرة السلة ثقيلة. لكن اذا تمرن تمارين تقوية الجسم والاعصاب راح تكون الكرة خفيفة ويقدر يسجل الأهداف من بعيد. أيضا إحنا عندنا لعبة كرة اليد نفس الشيء، إذا اللاعب العصب كان عنده فيه مشكلة، العضلات كان عنده فيها مشكلة، خاصة العضلات الساعد، فراح يكون عنده الرمية غير سريعة، رمية غير قوية، عكس إذا تمرن تمارين التقوية للساعد. أنا الحين بوريكم كذا طريقة، كذا تمرين لتقوية الساعد، لتقوية القبضة بشكل كبير. مثال، إذا عندنا إحنا وزن مثل الكرة، وزن فيها هذه الكرة يكون فيها وزن، موجودة في أغلب النوادي من 5 كيلو إلى 20 كيلو. إذا أنا مسكت هذه الكرة فقط، إذا مسكتها مدة طويلة بهالطريقة، فأنا هنا راح أقوي عندي الساعد، خاصة إذا مديت الذراع بهالطريقة وثبت الوزن مدة ما بين 30 إلى دقيقة، ممكن أكثر من دقيقة، أنا هني أقوي عندي العصب، أقوي عندي الساعد، أقوي عندي التحمل، التحمل الذراع للوزن بشكل كبير بهالطريقة. ممكن إحنا نقول 30 ثانية إذا أنا ثبتها، وكل ما زاد وزن الكرة أنا هنا راح أقدر أقوي عندي الساعد، أقوي عندي العصب، الذراع بشكل كبير. إذا لاحظنا إحنا أن ممكن في أشخاص من يمسك وزن عالي يحاول يعني يفلته من ايده بسبب ان عنده الساعد ضعيف، عنده الذراع ضعيف. ايضا احنا ممكن بهالطريقه انا قاعد اشد ايضا عضلات الكتف، عضلات الكتف، وهذه طريقه جدا مناسبه اني انا اقوي فيها العضلات الساعد وعضلات اليد، ايضا العصب. في عندنا نفس الفكره في كذا طريقة، إذا كان اللاعب يبي يقوي عنده العصب بشكل كبير، ممكن يكون عنده عقلة أنه يتعلق في العقلة ويثبت نفسه مدة طويلة،
ويكون عنده العصب عنده جدا قوي لانه قاعد يحاول يثبت نفسه في بوزن جسمه. اذا كان وزنه الشخص 80 كيلو ويحاول يتعلق في العقله يثبت نفسه ينزل ريله، فهني هو قاعد يقوي عضلات القبضه بشكل كبير. يعني وزنه 80 كيلو ويحاول يمسك الجسم وما يفلته، فهني يكون عنده القوة الساعد قوة القبضة بشكل كبير. فهذا تمرين جدا مهم ان الشخص يقوي عنده الساعد، يقوي عنده الكتف، يقوي عنده العصب. تمرين بسيط لكن جدا مهم انه يحاول الشخص يكون عنده قوة تحمل، انه يمسك الوزن فترة طويلة ما يفلته. فهذا التمرين ممكن الشخص يدخل هذا التمرين أول تمرين أو ثاني تمرين من تمارين الساعد أو تمارين الذراع، راح يقوي عنده القبضة، يقوي عنده الساعد. تمرين جدا جدا مفيد. كل ما زاد الوزن الكرة راح يصير عندك انت، راح يصير عندنا اقوى بالساعد، اقوى بالعصب. كثر ما نقدر احنا نحاول ايضا نسجل، اذا انا في 5 كيلو حد الاقصى مثال، اذا كان عندي انا حد الاقصى اني انا اثبت الوزن خلال مثال دقيقة، فانا اسجل خلال دقيقة، احاول بعدين اكسر الوزن، اكسر الرقم هذا انه يكون دقيقه ونص مثلا، دقيقه وثواني اكثر او دقيقتين، يعني اثبت الوزن. فهذه راح تكون فائده جدا كبيره للساعد والعصب. احنا كذي نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم. اتمنى تكونوا استفدتم من هذه الحلقه وتابعونا في حلقات قادمه. كذا أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لختام ولقاء حلقة اليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمعلومات القيمة اللي أعطاكم إياها كابتن علي الدريع. كل الشكر والتقدير لك يا كابتن على هذه المعلومات القيمة للأمانة. نلتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد. دائما وأبدا كونوا على الموعد، وبرنامج خصم في بلدي. في أمان الله.